بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعد، نعود إلى مواصلة اللقاء الذي بدأناه في العام الماضي، وهو مخصص للإجابة على الأسئلة التي ترد من الحاضرين، ويطلب منكم توضيح الأسئلة واختصار السؤال، وأن يكون في شيء مهم ينتفع منه السائل وغيره. وكذلك تكون الأسئلة في غير أمور الطلاق وأمور المواريث وأمور الخصومات، لأن هذه تحال إلى الجهات المختصة. ولا شك أن السؤال والجواب باب عظيم من أبواب العلم، فالسؤال والجواب أبلغ في التعليم من مجرد الإلقاء، فهذا باب مهم من أبواب تعلم العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا وإياكم في الأقوال والأفعال، إنه سميع مجيب. ونستمع الآن إلى ما يرد من الأسئلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعرض هذه الأسئلة على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا سائل يا صاحب الفضيلة يقول: يقال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس بنى الله له بيتا في الجنة، هل ورد في ذلك حديث صحيح؟ وهل إذا انتقل إلى مسجد ثاني لحضور درس ونحوه يحصل له هذا الفضل؟ نعم، هذا ورد في حديث أن من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ترتفع ثم يصلي ركعتين أنه يكتب له أجر حج وعمرة. والحديث ليس بالقوي، ولكن من عمل ذلك هذا عمل صالح يرجى له الأجر. وأما إذا انتقل إلى مسجد آخر لسماع درس فهذا خير وعمل صالح آخر غير العمل الذي يجلس له في مصلاه، هذا عمل قد يكون أفضل من جلوسه في مصلاه. إذا ذهب لطلب العلم وحضور الدرس فهذا أفضل من جلوسه في مصلاه، وله أجر طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أطلب من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة إلى المصلين، لأننا عندما نصلي نجد بعضا من بجوارنا إما يعدل شماغه مرات متعددة أو ينظر في ساعته أو يفرقع أصابعه مما يشغل كثيرا من المصلين، وهذا الأمر منتشر، فنرجو من فضيلتكم التوجيه والنصيحة. ذكر الفقهاء رحمهم الله الأمور التي تكره في الصلاة، منها الحركة
والعبث في ثيابه وملابسه إلا لحاجة، إذا احتاج إلى تعديل ثوب أو تعديل عمامة أو إذا احتاج إلى هذا فلا بأس. أما أنه يشتغل بملابسه من غير حاجة فهذا مكروه في الصلاة. كذلك فرقع أصابعه في الصلاة، وكذلك التثاؤب، تثاؤب في الصلاة وإظهار الصوت بالتثاؤب، هذه مما يكره في الصلاة لأنها تدل على عدم الخشوع، لأن المصلي يجب عليه أن يطمئن في صلاته، وكذلك يشرع له الخشوع في صلاته. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، وأيضا الخشوع في الصلاة يلذذ الإنسان في صلاته، يتلذذ لها. وأما إذا لم يخشع في صلاته فإنها تثقل عليه الصلاة ويريد الخروج منها، يريد الخروج منها ويستثقل الصلاة لأنه ليس عنده خشوع. أما إذا كان عنده خشوع فإنه يتلذذ بصلاته ولا يسأم من طول القيام. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على قدميه حتى تفطرتا من طول القيام لأنه يتلذذ بالصلاة، ويقول لبلال: أقم الصلاة أرحنا بها. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء أي أهمه شيء فزع إلى الصلاة وقال: أرحنا بها يا بلال. يرتاح المؤمن، يرتاح في الصلاة. وأما الذي لا يخشع في صلاته فإنها تثقل عليه ويريد الخروج منها، ولذلك تكثر حركاته، تململه، ويسابق الإمام لأنه يريد الخروج، كأنه محبوس في قفص يريد الخروج لأنه ما وجد لها لذة ولا راحة ولم يدرك معنى الصلاة. فعلى كل حال المسلم يقبل على صلاته ويترك الحركات إلا لما لا بد له منه حتى تكون صلاته صلاة نافعة له، وحتى يجد لذتها وراحتها في قلبه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: قال لي شخص إن قبر آدم عليه السلام هو تحت الكعبة، فما صحة ذلك؟ هو دافن آدم ولا حاضر يوم يدفن؟ وشايف يوم يدفن؟ هذا كله من الكذب. ومن يقولون إن حجر إسماعيل فيها كذا وكذا من القبور، في قبر إسماعيل وفي قبر هاجر وفي قبر، هذا من الكذب والافتراء، وهذا من ترويج عبادة القبور والأضرحة. ولا هنا أحد من الأنبياء يعرف قبره إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأما بقية الأنبياء فلم تعرف قبورهم، وهذا من فضل الله
لأنها لو عرفت لحصل الفتنة بها وحصل من الناس ما يحصل عند قبور الأولياء والصالحين. إذا كان هذا يحصل عند قبور من يزعمون أنهم من الأولياء والصالحين فكيف لو عرفوا قبور الأنبياء؟ حصل أشد من هذا. فمن رحمة الله أنه أخفاها، أخفى قبور الأنبياء لئلا يفتتن بها الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول: ما حكم الحلف والدعاء بوجه الله تعالى؟ الحلف بوجه الله لا بأس، الحلف بصفات الله الذاتية أو صفات الله المعنوية ككلام الله وحياة الله عز وجل، الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته جائز، لأن أسماء الله وصفاته تابعة لذاته سبحانه وتعالى. وأما الدعاء بها، نعم، الدعاء بأسماء الله وصفاته مشروع، ولله الأسماء الحسنى أدعوه بها، فتقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا غفور اغفر لي، اللهم اغفر لي، إنك أنت التواب الرحيم، فيدعو الله بأسمائه وصفاته، هذا مشروع، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته وهو مظنة الإجابة، فادعوه بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه زوجة عليها زكاة وتريد أن تخرجها، وزوجها عليه بعض الديون، هل لها أن تعطيه من الزكاة التي عليها؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، هل للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها أو لا؟ بعض العلماء يرى أنها لا تدفع زكاتها لزوجها، لأن زوجها ينفق عليها، فإذا دفعتها إليه وأنفقها عليها رجعت زكاتها إليها، فلا تدفعها إلى زوجها لئلا ترجع إليها وينفقها عليها. وبعض العلماء يرى الجواز، واستدلوا بحديث زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لما طلب منها أن تتصدق عليه من ما عندها من الحلي، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إنه إن عبد الله يطلب مني أن أعطيه من صدقتي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتصدق عليه، أمرها أن تتصدق عليه وأن تعطيه من صدقتها. قالوا: والظاهر إن هذا زكاة، ولكن الصحيح إن ما هي زكاة، إن هذه صدقة تطوع، إنها صدقة تطوع، هذا هو الظاهر، لأنها أعطته لينفق عليها وعلى أولادها، وأولادها لا تحل زكاتها لهم، لا تحل زكاة الوالد لولده، لا لأصوله ولا لفروعه، ولو كانت زكاة لما أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفعها لزوجها وأولادها، فدل على أنها تبرع وليست زكاة، وهذا هو الراجح تقريبا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما القول الراجح في حكم إخراج القيمة في الزكاة؟ لا بأس بذلك عند الحاجة، إذا كان هذا أحسن للفقير، إذا كان هذا أحسن للفقير أن تعطيه القيمة فلا بأس، لأن المدار على ما ينفع الفقير، فإذا كان أنفع له أنك تعطيه القيمة فأعطه القيمة. نعم. وهل يطرد هذا أحسن الله إليكم في زكاة الفطر؟ لا، زكاة الفطر منصوص عليها ولا تغير،
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها وقدرها بالصاع، صاعا من بر، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، قدرها بالصاع. ألا يجوز إخراج القيمة في الزكاة؟ لأن الرسول حددها بالصاع ولم يأمر بإخراج الصدقة فقط مطلقا، بل أمر بالصاع والمقدار وحدد الأنواع التي تخرج منها، من البر، من الشعير، من التمر، من الزبيب، من الأقط، فدل على أنها لا تخرج من القيمة، لأن القيمة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بإخراج النقود، وإنما أخرج بإخراج الطعام وقدره بالصاع. ولأنه في يوم العيد الفقراء ما يجدون مكان يشرون منه، لو أعطيتهم نقود لا يجدون مكانا يشرون منه الطعام في يوم العيد، لأن الناس قد أغلقوا دكاكينهم، أغلقوا دكاكينهم ولا يجدون، وهم المقصود منها نفعهم في هذا اليوم، لأنهم في أيام، في الأيام التي في غير يوم العيد يشتغلون يكدون في اليوم ويحصلون آجار، يوم العيد ما فيها أعمال، معطلة ولا في دكاكين، فيعطون الطعام ليقتاتوا فيه في هذا اليوم، يوم العيد، حتى يعطلوا مع الناس ويفرحوا مع الناس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إنسان نذر أن لا يعصي الله ثم عصاه، ماذا عليه بعد ذلك؟ عليه التوبة إلى الله عز وجل وترك المعصية ولو لم ينذر، يجب عليه ترك المعصية ولو لم ينذر. فإذا نذر ترك المعصية ووقع فيها عليه كفارة يمين، عليه أن يدفع كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، لأن النذر على ترك الشيء بمنزلة اليمين، يريد منع نفسه من ذلك، فعليه كفارة يمين مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أرجو توضيح حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر، وما المراد بالأصاغر؟ حدثاء الأسنان، المراد بالأصاغر حدثاء الأسنان، لأن الحدث يكون عنده خفة وعدم تثبت، وطلب العلم عند الأكابر، عند كبار السن، أثبت وأوثق، هذا المعنى. نعم. الأصاغر يعني حدثاء الأسنان، لأن حدثاء الأسنان الغالب أنهم ما عندهم ثبات في الأمور ولا تأكد، ويتسرعون في الأمور، وكلما كان طالب العلم أكبر سنا كان أثبت وأحذق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول: إذا حلفت بغير الله من غير قصد بحيث أنها جرت مجرى اللسان فقلت بالحرام أو بالثلاث وغير ذلك، هل أنا آثم بذلك؟ وأيهما أعظم، ذلك أم الزنا وشرب الخمر؟ هذا يقصد الحلف بالطلاق، إذا حلف بالطلاق فهل يقع الطلاق أو يكون فيه كفارة يمين؟ الجمهور على أنه يقع، إذا حلف بالطلاق وقع، وشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من المحققين يقولون: لا، هذا يجري مجرى اليمين فتحله الكفارة، قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا عام، الحلف بالله والحلف بالطلاق، فتحله الكفارة ولا يقع به طلاق، لأنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد اليمين.
على الخلاف، ولكن الأحوط أنه يقع الطلاق، فإذا كان أنه رجعي يراجع زوجته، وإذا كان ما هو رجعي أنها تبين منه، هذا هو الأبرأ للذمة. وأما قوله أنه لم يقصد، وإن الطلاق ما يشترط فيه النية، إذا تلفظ بالطلاق فإنه لا يشترط فيه النية، الصريح لا يشترط فيه النية، إذا تلفظ به وقع. ولو قال أنا ما نويت، أنا ما ننظر إلى نيته، ننظر إلى لفظه. إنما هذا في الكناية، لو جاب كنايات تحتمل الطلاق وغيره، قال أنا ما نويت واللفظ كناية تحتمل، فيدين في هذا. أما صريح الطلاق إذا تلفظ به فإننا لا ننظر إلى نيته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أعمل وزميلي على مكتب واحد، وعند ذهاب زميلي إلى الصلاة يضع عليه الدخان في درج المكتب، فقمت بأخذه وإتلافه لتحريمه شرعا. سؤالي: هل عملي هذا صحيح، حيث إن زميلي يطالبني بقيمة الدخان؟ هذا ما هو بحل أنك تأخذ الدخان وتحرقه، يروح يشري ثاني. الحل أنك تنصحه، تعظه، ذكره بالله عز وجل، لعله يقتنع ويتركه اقتناع. أما إذا أخذته، أول شيء أنك لست مخولا لهذا، هذا من حق ولاة الأمور، هم اللي يتلفون الأشياء المنكرة، أصحاب السلطة. أما الإنسان اللي ما له سلطة، هذا لا ينكر بيده ولا وإنما ينكر بلسانه فقط، يعظ ويذكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جعل الناس ثلاث درجات: اللي يقدر على الإنكار باليد ينكر باليد وهو السلطان أو من ينيبه السلطان، والذي ليس عنده سلطة ينكر باللسان بالموعظة والتذكير أو التبليغ عنه، تبليغ أهل الحسبة عنه، هذا الإنكار باللسان. وإذا كان ما يستطيع لا باليد ولا باللسان، ينكر بالقلب ويبغض المنكر وأهله ويبتعد عنهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أسأل بأنني أعاني من كرهي لزوجتي، علما بأني متزوج ولدي 4 أطفال، ولكن قد بدأ الكره منذ 3 سنوات واستحكم منذ عام أو يزيد، وحيث أنني لا أرغب أن أجامع زوجتي منذ عام، ولا أرغب في الجلوس كثيرا بالمنزل إلا للنوم أو أكل وجبة، مع أني أتجرعها بطعم المرارة، وذلك بكثرة التفكير في الصلاة عن حالي وحياتي الزوجية، ولقد نصحني من استشرته أن أقرأ، ولقد فعلت منذ عام تقريبا ولكن لم يتغير شيء. سؤالي: أنني أرغب أن أتزوج، لعل وعسى أن يذهب الذي بي، هل تنصحونني بتطليق زوجتي أو لا، علما بأنني لا أقدر أن أعفها؟ هذا يدل على أن هذا شيء حادث، هذا شيء حادث بينك وبين زوجتك، وهذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه حسد، يعني عين أصابتك، أو أنه سحر عمل لك. على كل حال عليك بالصبر، عليك بالصبر وعدم الاستعجال، لعل الله أن يزيله عنك. وأيضا عليك بالذكر وتلاوة القرآن وطلب الرقية ممن تثق منهم أن يرقوك بالرقية الشرعية، لعل الله أن يذهب هذا عنك. والزواج بأخرى بثانية أو بثالثة أو برابعة هذا مباح لك، ما في مانع، تزوج والحمد لله، لا في مانع، بس لا تظلم. إذا تزوجت اعدل بين الزوجات، أعطي كل زوجة حقها من المبيت والسكنة والكسوة والنفقة، عليك بالعدل.
بين الزوجات فيما تستطيع العدل فيه، وهو هذه الأمور: النفقة، الكسوة، السكنى، المبيت عنده. وأما الجماع هذا بقى ما هو بيك، ما تستطيعه، ما تستطيع العدل في الجماع، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين زوجاته وقال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، وهو الحب والميل، هذا بيد الله سبحانه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في الحب والميل. بينما قال في أول السورة: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. المراد بالعدل في أول السورة العدل المستطاع، وهو النفقة والسكنة والكسوة والمبيت. والعدل المنفي في آخر السورة هو الذي لا يستطيعه الإنسان، وهو الحب، الميل في القلب، وكذلك الميل في المتعة، ما يستطيعه الإنسان، لكن عليه يحاول مهما استطاع أنه يعدل بين نسائه فيه. والله جل وعلا لا يؤاخذه على شيء لا يستطيعه، نعم، لكن لا يحيف مع الأخرى، لا يحيف معها بنفقة أو بكسوة أو بسكنة أو بمبيت، بل يعدل بينهن في ذلك، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إلزاق القدمين والركبتين والمنكبين في الصلاة سنة مهجورة، نرجو من فضيلتكم التوجيه حول هذا. ما هي بسنة مهجورة ولله الحمد، المسلمون يصفون ويتقاربون، سنة حية ولله الحمد، معمول بها. ونحث المصلين على العمل بهذه السنة، وأن لا يترك بينهم فرجا بل يتقاربون هذا إلى جنب هذا، حيث لا يبقى فرجة بين الاثنين، هذا هو المطلوب. أما ما يفعله بعض أهل ظاهرة ظهرت الآن، أنه يفحج رجليه ويأخذ محل رجلين ويضايق اللي بجنبه من هنا وهنا، هذا غير مشروع، هذا أذى، هذا تكلف، وهذا غير مشروع، وله هذا هو المطلوب. المطلوب المقاربة، المقاربة بين المصطفين بحيث لا يبقى بينهما فرجة. وأما فحج الرجلين هذا غير مشروع، ويحصل به أذى لمن بجانبك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم لبس النقاب وما حكم الإسبال؟ لبس النقاب إذا كان يستر، وهو من عادة النساء في بلدهم يلبسن النقاب عادة، وهو نقاب ساتر ما يبدو منه إلا العينان فقط، لا بأس به بهذين الشرطين: أن يكون هو العادة في البلد، عادة النساء في بلدهن، وأن يكون ساترا للوجه، ما يظهر من الوجه شيء إلا العينين فقط من أجل الإبصار، هذا لا بأس به. أما إذا كان عادة البلد غطاء الوجه كامل وإضفاء الغطاء على الوجه كله ولا يبدو شيء من الوجه للعينين ولا غيرهن، فتبقى على هذا، هذا أتم وأحسن وأستر، فتبقى عليه نساء البلد. نعم. النقاب وحكم الإسبال، الإسبال محرم، كبيرة من كبائر الذنوب للرجال، الإسبال للرجال. أما المرأة فمطلوب منها أن ترخي ثوبها من ورائها قدر ذراع لأجل يستر عقبيها. أما الرجل فلا يجوز له أن ينزل عن الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما في الحديث، فلا يجوز للرجل أن يسبل تحت الكعبين، لا الثوب ولا البشت ولا السروال ولا الإزار، الحد الفاصل هو الكعبان فقط، منهما فما فوق، أما ما تحت الكعبين فهو الإسبال المذموم المحرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالوعيد الشديد
قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. هذا يدل على أنه كبيرة. الإسبال للرجال كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن الآن انعكس الأمر، صار الرجال يسبلون ثيابهم والنساء ترفع ثيابها، انعكس الأمر، مخالفة للشرع. المطلوب من النساء الستر، لا ما تستر، تلبس القصير ترفع عن ساقيها، ربما تلبس إلى ركبتيها، والرجل يسبل يسحب ثوبه على الأرض. هذا كله من الشيطان يحمل المسلمين على هذا العمل، النساء على اللبس القصير والرجال على اللبس الطويل، لأجل أن يخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما حكم الاشتراك في البطاقة الذهبية والفضية بالنسبة للجوال، وهي اشتراك بمبلغ 200 ريال لمدة شهرين، فإن انتهت القيمة قبل الشهرين فلك تخفيض، وإن لم تنتهي القيمة فإنها تذهب ولا تحسب لك، يعني ما تبقى منها. أخذ البطاقة للجوال أو للتلفون للمكالمة تدفع قيمتها لمدة شهر، لمدة أكثر أو أقل، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنك تدفع قيمة المكالمات مقدمة وهي محدودة إلى شهر، إلى شهر شهرين أو أقل من ذلك أو أكثر، محددة ما فيها جهالة، هذا لا بأس به لحاجة الناس إلى ذلك. أما أنه يقول إن حصل كذا يروح عليك هدر، هذا لا يجوز، هذا شرط ما يجوز. لكن تأخذ بطاقة تكلم فيها مدة ثم تنتهي ثم تأخذ ثانية، هذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هناك من يستخدم الدروز والنصيرية ويجعلهم يعملون بصنع الطعام للمسلمين، فما حكم هذا العمل، وما حكم الأكل من هذا الطعام الذي يصنعونه؟ الطعام إن كان ذبائح هو ما يحل، إن كان ذبائح هو ما يحل، لا تحل زكاة النصيري والدرزي والجعفري، ما تصح ذبائحهم لأنهم مشركون يعبدون القبور، يعبدون أئمتهم من دون الله عز وجل، ويعتقدون عقائد مخالفة لدين الإسلام، ألا تحل ذبائحهم؟ أما إن كان مجرد طعام مطبوخ، رز ولا بر ولا خبز ولا مطبوخ، هذا مباح، الطعام اللي ما تحله الزكاة هذا مباح ولو طبخه غير مسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول لقد بلينا بالدش في بيتنا، فهل يجوز لي أن أقطع سلك الدش؟ وإذا سألني أبي أكذب عليه بأني لم أقطع؟ هذا ما يحل المشكلة، إذا قطعته راح وصله وجاب سلك ثاني، ما يحل المشكلة، المشكلة مناصحته ووعظه وتذكيره لعله يتوب إلى الله عز وجل، وهذا الذي تستطيعه، ما تستطيع أكثر منها الموعظة والنصيحة. نعم. أما قطع السلك يروح ويأصله اللي يصلحه، ولا ينتفي الضرر الذي تريده أنت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يرجو أن تبسط الأمر في حكم الصفرة والكدرة قبل الحيض وبعده. كدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وأما الكدرة والصفرة خارج زمن العادة فليس لهما حكم، حكمهما الطهارة، تصلي المرأة وتصوم ولا يؤثر عليها وجود الكدرة والصفرة، تعتبر نفسها طاهرة، إنما هذا في وقت الحيض، الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض. تقول أم عطية رضي الله عنها ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما هو المراد
بقول النبي صلى الله عليه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة، وهل البيعتان في بيعة هما اللذان فسرهما راوي الحديث سليمان بن حرب؟ بيعتان في بيعة المنهي عنه اختلف العلماء في تفسيرهما، فمنهم من يقول المراد البيع المشروط في البيع، لأن يقول لا أبيعك بيتي حتى تبيعني سيارتك أو بيتك، بيع مشروط في بيع، أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبيعني أنت سلعتك الفلانية، هذا بيعتين في بيعة وهو باطل، هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن البيعتين في البيعة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، وهذه ما تسمى مسألة العينة، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، بيعتين في بيعة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، هذه مسألة العينة وهي حيلة إلى الربا، فكأنه باع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها وجعل السلعة مجرد حيلة وسيلة إلى الربا. والصحيح أن بيعتين في بيعة يشمل الصورة الأولى ويشمل هذه الصورة، كله يدخل في بيعتين في بيعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه في الصلاة أم أنتظر حتى ينتهي ثم أصلي مع جماعة أخرى، مع العلم أن هذا يحصل كثير جدا؟ إذا كان معك ناس أو تخبر ناس يجون والإمام في التشهد الأخير انتظر لما يجون وتصلون جماعة، أما إذا كان ما تخبر أحد فادخل مع الإمام فيما بقي لتدرك فضل المتابعة، ادخل مع الإمام فيما بقي لتدرك فضل متابعة الإمام وتدرك شيء من الجماعة، أحسن من أنك لا تدرك شيئا وتصلي منفردا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هناك شخص عنده أرض يقيم فيها عمارة ثم يبيعها، هل في قيمة الأرض أو العمارة في زكاة في حال إنشائها قبل الفراغ منها؟ لا، ما دام أنه يبني ما عليه شيء، فإذا تكاملت العمارة وعرضها للبيع يبدأ الحول من تكاملها وعرضها للبيع، أما وقت الإعداد فهذا لا يعتبر شيئا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول وكيف تزكى الأراضي التي تباع بالتقسيط، هل تزكى حين انتهاء التقسيط أم متى؟ إذا باع أرضا أو أي شيء أو سيارة أو أي شيء بقيمة مقسطة على أقساط، فكل ما تم الحول على العقد يزكي القيمة التي باعها به ولو كانت على أقساط مؤجلة، كل ما يتم حول من وقت العقد يبدأ الحول من العقد، فإذا تم 12 شهر على العقد يزكي ما قبضه من الأقساط وما كان في ذمة المدين، وإذا حال الحول الثاني كذلك يزكي ما قبضه وما بقي في ذمة المدين وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول لقد نذرت نذرا إن فعل لي أخي أمرا أريده بأن أعطيه مبلغ 2000 ريال. لقد إيش؟ نذرت نذرا. نعم. إن فعل لي أخي أمرا أريده بأن أعطيه مبلغ. إن فعل لي أخي أمرا أريده. أريده. نعم. نعم. إن فعل لي أخي أمرا أريده بأن أعطيه مبلغ 2000 ريال. فقال لي أو فعل ثم أعطيته 1500 وبعد فترة أعطيته 500 ثم رفض أن يأخذها وحلف بأن لا يأخذها وقال لي أنت تتصدق
بها علي، فما هو الحل؟ هذا نذر مباح إذا كان أخوك غني، إذا كان أخوك غني ونذرت أنك تعطيه كذا وكذا فهذا من نذر المباح، تخير بين فعله وبين كفارة يمين. أما إذا كان أخوك فقيرا تحل له الصدقة ونذرت أنك تعطيه فهذا يلزمك الوفاء، لأن هذا نذر طاعة، الصدقة طاعة عبادة، فيلزمك الوفاء بالنذر وتعطي أخاك الفقير ما نذرته له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، شخص له زوجتان أرضعت إحداهما صبيا 3 رضعات وأرضعته الأخرى 3 رضعات، هل هذا رضاع محرم وماذا يترتب عليه؟ محرم بالنسبة للزوج لأنه تكامل النصاب في حقه، وليس محرما بالنسبة للزوجات لأن كل واحدة لم ترضعه الرضاع الكامل 5 رضعات، لكن الزوج تكامل في حقه، هذه 3 و2 صار له 5 بالنسبة له، فيكون أبا لهذا الرضيع من الرضاع. وأما النساء فلم تثبت الأمومة لهن لعدم توفر النصاب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: بعض الناس أو بعض المؤلفين يذكر أن ما يقوله من الأحاديث هي إلهام، أن ما يقوله من الأحاديث هي إلهام، ويقول إن الإلهام من أنواع الوحي، فما رأيكم في هذا؟ أعد السؤال. يقول: بعض الناس أو بعض المؤلفين يذكر أن ما يقوله، من هو اللي يقوله؟ البعض من الناس أو من المؤلفين، يعني ما هو قصده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقصد كلامه هو. ها؟ كذا ظاهر سؤال، يقصد كلامه هو، يقول هذا إلهام من الله. ها؟ أو صحيح هذا، قد أخاف أنه من الشيطان أو أنه إلهام من الشيطان، لأنه ليس معصوما ما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام، هو غير معصوم، أو بلزوم من كل ما يقوله الإنسان إلهام من الله، قد يكون إلهام من الله وقد يكون من الشيطان، فلا يجزم الإنسان بهذا لنفسه ولا لغيره إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله أخبر أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول معصوم فيما يقول وفيما يفعل عليه الصلاة والسلام وفيما يبلغ عن الله، أما غيره فهو محتمل، يحتمل الخطأ والصواب، فلا يزكي نفسه إلى هذا الحد يقول أنا ما أقول شيء إلا الله ألهمني إياه، لا، هذا غرور وتزكية للنفس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟ التصوير لا يجوز سواء بالرسم باليد أو بالآلة الفوتوغرافية، الكاميرا سواء الفيديو أو غيره، التقاط الصور بالآلة هذا تصوير. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد نوعا دون نوع، بل لعن المصورين عموما وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله عز وجل، ولم يفرق بين التصوير بالكاميرا أو التصوير باليد الرسم أو التصوير بالنحت والتماثيل، من لم يفرق الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دام لم يفرق فتصوير عموما بالكاميرا أو غيرها حرام وملعون من فعله، وحرام اقتناء الصور المصورة بأي وسيلة إلا ما دعت الضرورة إليه، ما دعت الضرورة إليه للتصوير اللي يحتاجه الناس للبطاقة أو لجواز السفر أو للإثبات الإثباتات، هذا أصبح ضرورة، والضرورة يباح من أجلها بقدرها، أما ما عدا ذلك فالتصوير على الأصل حرام بجميع أنواعه، ومن ادعى أن التصوير بالكاميرا حلال فعليه يقيم الدليل على هذا. ما هو الدليل؟ ما عنده دليل، وكلام الرسول لا يخصص إلا بكلام الرسول أو بكلام الله عز وجل، لا يخصص برأي فلان أو تفكير فلان، لا يخصص أحاديث الرسول بهذه الأمور،
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هو الصحيح الراجح في مسألة الإسراء والمعراج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي بالجسد أم بالرؤيا؟ وكذلك رؤيته عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام، هل هي بالعين أم بالفؤاد؟ الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم بالبدن، لا بالروح ولا برؤيا المنام. أسرى بعبده ليلا إلى المسجد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد يشمل الروح والبدن. ما تسمى الروح عبدا ولا يسمى البدن عبدا بدون الروح، لا بد من الاثنين. ما يسمى عبد إلا بمجموع الروح والبدن. وأيضا المعجزة ما تتحقق إلا بهذا، لو كان الإسراء رؤيا ما تحققت المعجزة، الرؤيا كل يراها، ما الرؤيا ما ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإسراء بالروح فقط ما عليه دليل، هذا يخالف ظاهر قوله تعالى: أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. أنت والله جل وعلا يقول أسرى بعبده وأنت تقول أسرى بروحه، مخالفة لكلام الله عز وجل. فالحق أنه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم بروحه وببدنه، وهذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. واللي يقول أنه بروحه أو ببدأ أو رؤيا منام، هذا ضلال ونفي للمعجزة، لأن فيها الآن وكذلك من قبل الآن المعتزلة والعقلانيون اللي يعتمدون على العقول ينكرون المعجزات ويجعلون الأمور عادية ويأولونها حتى تصير عادية. هذا ضلال والعياذ بالله، ولا يجوز هذا. هذا بالنسبة للإسراء والمعراج. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، فكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، الغالب أنه يأتي إليه بصورة رجل، وكثيرا ما يأتيه بصورة دحية الكلب رضي الله عنه. ورآه الصحابة، دخل على الرسول رجل، دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، رأوه رجل، هذا هو الغالب. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية، على صورته الملكية له 600 جناح، رآه مرتين، مرة وهو في بطحة مكة، وهو في بطحة مكة رفع رأسه فإذا جبريل بين السماء والأرض على صورته له 600 جناح، كل جناح سد الأفق. هذه واحدة. الثانية: ليلة المعراج رآه صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى مرتين فقط، مرة في الأرض وهو في بطحة مكة، ومرة وهو فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى على صورته الحقيقية الملكية. وهذا في القرآن ذكر الله أنه رآه مرتين، ولقد رآه نزلة أخرى، ورآه ببصره صلى الله عليه وسلم، رآه ببصره رؤيا عين. نعم. صاحب الفضيلة يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل يديه وهو يصلي خلال قراءة الفاتحة والسورة قبل الركوع؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل يديه وهو يصلي خلال قراءة الفاتحة والسورة قبل الركوع؟ وإذا لم تثبت فما صحة صلاة من يفعل ذلك؟ أرسل إيش؟ يديه. الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم القبض، أنه كان يقبض يديه في حال القيام، يقبض اليسرى بكف اليمنى، يقبض كفه اليسرى
بكفه اليمنى ويضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه أرسل يديه في حال القيام، وهذا من سنن الصلاة، قبض اليدين على الصدر في حال القيام هذا من سنن الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يرسل يديه يكون تاركا للسنة، تاركا لهذه السنة وهذه الفضيلة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل أغلظ علينا في سؤاله فقال: أقسم بالله لأشكينك إلى ربي يوم القيامة لكتمك لي، أرجو منك تكرما وأمرا أن تلقي هذا السؤال على الشيخ لحيرة الزائد فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يسمعنا على الخير. نعم، نستمر فيه. نعم. قال: فأرجو وأرجو وأرجو أن تطرحه، أرجو أرجو أن تطرحه. أي على خير إن شاء الله. إن كان نحن نعرف الجواب أجبنا ولا قلنا الله أعلم. نعم. يقول: عندنا مدرس يقول إنه سلفي وإن جماعة التبليغ مبتدعين والإخوان وسيد قطب وطارق السويدان ضالين مبتدعين وهم من الإخوان، يقول: من هم الإخوان ومن هم السلفيون ومن هم جماعة التبليغ؟ وضح لي ذلك يا شيخنا، فقد زادت حيرتي وتشككت في ديني وفي زملاء الصالحين وفي علمائنا، فهل كلامه صحيح؟ فيه كتب يا أخي، فيه كتب مؤلفة تبين من هم الإخوان المسلمون وما هو منهجهم، وفيه كتب تبين من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم، اطلبها من الأسواق وقراها وتعرفهم إن شاء الله تعالى، تعرف من هم جماعة التبليغ وما هو منهجهم، وتعرف من هم الإخوان المسلمون وما هو منهجهم. وأما السلفيون فهم من كان على منهج السلف الصالح، من كان على منهج السلف الصالح يقال له سلفي، ما على منهجهم حقيقة، ما هو بانتساب فقط أو ادعاء، وإنما على منهجهم حقيقة، هذا هو السلفي. نعم، فيه كتب معينة. نعم، فيه كتب عن التبليغيين، كتاب لمحمد أسلم رحمه الله الداعية الباكستاني، وكتاب لتقي الدين الهلالي المغربي، وكتاب للشيخ محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله عن جماعة التبليغ ومنهجهم، مكتوب عنهم كتابات. الإخوان المسلمون أيضا عنهم كتابات بينت منهجهم، منها كتبهم هم، اقرأ من كتبهم وتعرف دعوتهم ومنهجهم وما هم عليه. كتب البنا مذكراته، كتب سيد قطب وخصوصا معالم في الطريق هو الذي كتب هذا وبين منهجه. والذين ردوا عليهم أيضا تعرف وش الأغلاط اللي عندهم من الكتب التي ردت عليهم وهي كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما حكم قص المرأة في شعر رأسها، وهل كن الصحابيات يفعلن ذلك؟ وما حكم صبغ المرأة في شعرها بغير الحنة كالأصفر والأخضر إن لم يكن بشعرها شيء؟ عبث المرأة بشعرها لا يجوز، إذا كان شعرها على طبيعته وعلى خلقته وليس فيه تشويه فإنها تتركه على ما هو عليه، إذا كان فيه شيب فإنها تصبغه بغير السواد، تصبغه بالحنة أو بشيء غير أسود خالص أو بأصفر ما يخالف، بغير السواد إذا كان فيه شيب. أما إذا كان أصله أسود ولا شاب فإنها تتركه ولا تعبث فيه هذه الأصبع وهذه الموضات الجديدة. وأما القص فلا يجوز إلا للحاج، إذا احتاجت إلى قصه كونه طويلا عليها جدا ويثقل عليها، أو هي كبيرة السن وليست بحاجة إلى الشعر الكثير وتخفف منه لأنها ليست رغبة للرجال كبيرة، مثل ما فعلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته
عليه الصلاة والسلام، فمنهن من قصت شعرها لأنها لا تنتظر زواج، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يتزوجن غيره. قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن زوجاته في الجنة عليه الصلاة والسلام. فبعضهن لما ثقل عليها الشعر وهي ليست برجاء أنها تتزوج قصت منه لأجل التخفيف، هم لأجل الزينة وإنما لأجل التخفيف فقط، عند الحاجة لا بأس. أما العبث في القص والقصات اللي يسمونه، حتى أن بعضهم بعض النساء تخليه على صفة لمة الرجل، وهذا تشبه بالرجال. قد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. إذا وصل الأمر إلى أنه تقص رأسها حتى يصبح مثل رأس الرجل فهي ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: متى يقوم المأموم للصلاة؟ هل يقوم عندما يسمع الإقامة أم عندما يرى الإمام أم متى يقوم؟ الصحيح أنه يقوم إذا قام الإمام إلى الصلاة، إذا تقدم الإمام للمحراب يقوم. نعم. يعني هذا هو وقت الحاجة، أما أنه يقوم والإمام ما بعد حضر أو ما بعد تقدم للمحراب هذا ليس له حاجة، لكن لو قام ما في بأس. نعم، لو قام ما في بأس، لكن الأحسن أنه ما يقوم حتى يرى الإمام قد تقدم للإمامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: جاء في الحديث عند الإمام مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، هل هذا الحديث على ظاهره فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد تعجلوا بعض أجرهم في الغزوات التي انتصروا فيها وغنموا؟ وش يقول؟ يقول: جاء في الحديث الذي عند الإمام مسلم يقول جاء في الحديث الذي عند الإمام مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، هل هذا الحديث على ظاهره فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قد تعجلوا بعض أجرهم في الغزوات التي انتصروا فيها وغنموا كغزوة بدر وغيرها؟ هذا والله أعلم يحمل على اللي قصده الغنيمة، اللي قصده الغنيمة أنه تعجل شيئا من أجله، أما اللي يقصد ثواب الله ووجه الله وإعلاء كلمة الله فهذا الغنيمة لا تنقص من أجله، لأنه يقصد ثواب الله ويقصد إعلاء كلمة الله، وقد أباح الله له الغنيمة، قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، أباح الله له، والعبرة بالقصد والنية. نعم، هل هو والله أعلم المقصود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز أن أجمع بين الشفع والوتر بتشهدين وسلام واحد، وما هو الفرق بين صلاة التراويح وصلاة الوتر وصلاة التهجد؟ لا، ما تجمع بينهن بتشهدين، يجوز الجمع بين الشفع والوتر بسلام واحد، لكن ما تجلس تشهد الأول، ما تشبه بصلاة المغرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بصلاة المغرب، فتجعلهم التشهد واحد عند السلام فقط، تسرد الركعات وتجلس جلوس الأخير وتشهد الأخير وتسلم، هذا جائز لا بأس. وكونك تفصل الشفع عن الوتر هذا أفضل، تصلي ركعتين شفع تجلس وتشهد وتسلم ثم تقوم وتأتي بالوتر الركعة وتجلس للتشهد وتسلم، هذا أفضل وأكمل. أما الجمع بين الشفع والوتر بتشهدين فهذا منهي عنه، لأنه تشبه بصلاة المغرب. هذا الشفع والوتر. وش السؤال الثاني؟ وما الفرق بين صلاة التراويح وصلاة الوتر وصلاة التهجد؟ صلاة التراويح معروف الفرق بينها وبين الوتر،
صلاة التراويح يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وأما الوتر فكما سمعتم يجوز يجمع الوتر سلام واحد ويجوز يجعله بسلامين، هذا الفرق بينهما. تهجد مثل التراويح ركعتين ركعتين، ولكن التهجد يكون أطول، يكون أطول من صلاة تراويح. كانوا يطيلون، السلف الصالح كانوا يطيلون التهجد جدا، كانوا يقرؤون بالمئين من القرآن الركعة الواحدة، وكانوا ربما يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يربطون الحبال بين السواري فيتعلقون بها من طول القيام خلف الإمام، وكانوا لا ينصرفون إلا عند الفجر من طول القيام، يستغرقون الليل يصلون يتهجدون. فالتهجد يطال فيه القيام والقراءة والركوع والسجود، خلاف التراويح فإنها تخفف رفقا بالناس. نعم. والتهجد إنما يكون في العشر الأواخر من رمضان، أما في العشرين الأول فتصلي التراويح فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: يعلم فضيلتكم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب مشاكل كثيرة لهذا الشخص، فهل إذا اكتفى بأمر أهل بيته بالمعروف ونهيهم عن المنكر في ذلك؟ أنت عرفت، سمعت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فيعمل ما يستطيع من هذه المراتب، ما يستطيع منها، ولا يقتصر على أهل بيته. أهل بيته لا شك أنهم أولى، وأمر لك بالصلاة اصطبر عليها، هو أنفسكم وآليكم نارا، هم أولى ما في شك، ولكن لا يقتصر عليهم. ينفع إخوانه المسلمين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته ومقدرته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة كثيرة وردت تسأل عن موقف المسلم ولا سيما طالب العلم من الفتن والأحداث الجارية، موقفه في نفسه ومع أهل بيته ومع طلابه في مدرسته ومع مجتمعه، وعن معنى مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وهو الناقض الذي ذكره الشيخ في نواقض الإسلام. ما كلفكم الله بهذا، هذه الأمور حلها والكلام فيها لولاة الأمور. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. هذا من شأن ولاة الأمور، من العلماء والأمراء، هم اللي يتولون هذا الشيء ويعالجونه بما يليق به. أما عامة الناس فعليهم الدعاء، الدعاء للمسلمين ولولاة الأمور بالثبات والسلامة من الفتن، هذا الذي يجب، ولا لهم دخل في هذه الأمور. هذه من شأن ولاة الأمور، علماء أو أمراء، هم اللي يعالجون. ونسأل الله أن يعينهم ويوفقهم للسداد وما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: كنت في مكان عام وأقيم في الصلاة، فقدموني إماما ولم أكن أعلم أن علي جنابة، فصليت بهم، لكن عندما عدت إلى البيت اغتسلت وأعدت صلاتي، هل علي في هذا شيء؟ أعد السؤال. يقول: كنت في مكان عام وأقيمت الصلاة، فقدموني إماما ولم أكن أعلم بأن علي جنابة، فصليت بهم، ثم عدت إلى بيتي واغتسلت وأعدت صلاتي، هل علي في هذا شيء؟ إن كان ما ذكرت أن عليك جنابة إلا بعد ما فرغت الصلاة فليس عليهم شيء، صلاتهم صحيحة. أما أنت فتغتسل وتعيد الصلاة. أما إن كان ذكرت وأنت في الصلاة أنك على جنابة فلا يجوز لك تستمر، الواجب أنك تنصرف. فإن استمررت في الصلاة وأن تعلم أنك على جنابة بطلت صلاتك وصلاتهم، فعلى الجميع الإعادة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: إذا انتشر في أي
بلد لباس ما جديد بحيث أصبح لا يميز الكافر من المسلم، فهل يجوز ارتداء مثل هذا اللباس مثل الكرافتة والبنطلون والبرنيطة؟ تشبه بالكفار لا يجوز، أن تشبه بقوم فهو منهم، فالمسلم يبقى على لباسه، يبقى على لباسه والحمد لله، وهو فخر له، هو فخر له. الكفار إذا جاءوا عندنا ما يلبسون لباسنا، يبقون على لباسهم، فكيف نحن إذا رحنا عندهم نغير لباسنا ولباسنا أشرف وأفضل؟ نبقى على لباسنا والحمد لله، ولا شفنا أحد راح وتمسك بلباسه إلا والناس يثنون عليه ويحمدون، فتبقى على لباسك والحمد لله، وهو فخر ولا في عيب، بل هو كمال ستر وزينة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: صليت بالناس فعندما أقام المؤذن أحدثت فقمت بالصلاة لأنني كنت في حرج من الموقف، ثم عدت بعدها إلى البيت، ثم أعدتها بعد في البيت، أفتنا بما حصل مأجوري؟ هذا غلط منك أنك تصلي وأنت ما أنت على طهارة، حرام، هذا لا يجوز أنك تصلي ولست على طهارة، الواجب أنك انصرفت، الواجب أنك انصرفت، ولا في هذا لوم عليك، ولا فيه حياء، هذا من أمور الدين، أمور الدين ما فيها حياء، تنصرف الحمد لله، تنصرف وتتوضأ وترجع وتصلي مع الناس إن أدركتهم أو أدركت بعض الصلاة صلي معهم. الانصراف لا معذور، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ينصرف، قال ينصرف، دل على أنه ما يبقى إذا انتقض وضوءه، ينصرف ويتوضأ ويرجع، إن أدرك شيء من الصلاة يصليها، وما أدرك شيء يصلي وحده الحمد لله. أما أنه يستمر يصلي وهو على غير وضوء يقول أنا هذا الحياء إني استحيت، نقول هذا ما يجوز ولا حياء في الدين. نعم. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة، يقول: صليت وكنت مسافرا المغرب، صليت وكنت مسافرا المغرب مع جماعة يصلون العشاء في البلد، وتعمدت التأخير لأني كنت وحدي، وفي التأخير إدراك الجماعة في صلاة العشاء، ثم لما صليت معهم انتظرت جماعة أخرى تقضي العشاء فلم يأتي أحد، فأخرت العشاء إلى حوالي الساعة العاشرة، هل فعلي هذا صحيح؟ فعلك هذا ما هو صحيح، هو صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكنك أخطأت في تصرف هذا، كان ينبغي لك أنك صليت المغرب أولا، بادرت بصلاة المغرب ثم صليت مع الجماعة صلاة العشاء، الأول الذي ينبغي لك أنك صليت المغرب أولا ثم صليت مع الجماعة ولو في آخر الصلاة صلاة العشاء، أما أنك دخلت معهم بنية المغرب وهم يصلون العشاء ثم انتظرت للعشاء لعلك تدرك جماعة ثانية ولا جاءك أحد وأخرت صلاة العشاء، صليت صلاتك صحيحة إن شاء الله في الحالتين، لكن لو أنك صليت المغرب أولا ثم صليت مع الجماعة صلاة العشاء أو ما أدركت منها كان هذا هو الأحسن والأفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل هناك سلام عقب سجود التلاوة؟ صحيح أنه لا سلام بعد التلاوة، لأنه لم يرد، إنما اللي ورد التكبير، يكبر إذا خر للسجود يكبر، وأما عند الارتفاع فلا يكبر ولا يسلم، لأنه ما ورد هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: دخلت المسجد فأديت الفريضة مع الجماعة ثم خرجت ولم أجد أحذيتي، فانتظرت قليلا لعلي أجدها، فأخذت ما يشبه تلك الأحذية فانصرف، أفيدوني عن فعلي هذا؟ هذا غلط، يعني أخذت مال غيرك، أخذت مال غيرك فلا يجوز، أخذة عالك خلف الله عليك، لا تأخذ عال أحد ما لم يأخذ عالك، لا تجر وازرة وزر أخرى، فأنت أخطأت في هذا، وإن كنت تعرف صاحب النعال
فتخلص معه، إما تعطيه قيمتها أو تردها عليه أو تستسمح منه. أما إذا كان ما تعرف صاحب النعلين ولهن قيمة فإنك تثمنهن وتصدق بثمن، تثمنهن تصدق بقيمتهن على نية الأجر لصاحبهن الذي لا تعرفه. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: أرى بعض الناس يصلي بعد الظهر 4 ركعات، وقد علمنا أن قبل الظهر هناك 4 ركعات، هل ورد في هذا شيء؟ نعم، صلاة 4 ركعات بعد الظهر هذا طيب، وصلاة 4 قبلها أيضا هذا طيب، صلي 4 قبلها و4 بعدها، إن صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها بني له بيت في الجنة، صح الحديث بهذا، الصلاة 4 قبلها و4 بعدها. نعم، يكون راتبة، هذه راتبة قبلها وراتبة بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: ما حكم زيارة القبور للجماعة حيث يأتون معهم بمواعظ وأحاديث تقرأ في المقبرة للتذكر، وما حكم تخصيص يوم لزيارة القبور؟ زيارة القبور مشروعة للاعتبار والتذكر والدعاء لأموات المسلمين، استغفار لهم هذا مشروع، لكن لا يتعين في يوم محدد، ما له يوم محدد. اللي خصص يوم لزيارة القبور هذا بدعة، تخصيص هذا بدعة. وأما يجيب معه مواعظ ويقرأها هذا بدعة أيضا، ما ورد هذا، هو يعتبر ويتعظ والآخر أيضا يعتبر ويتعظ بنفسه، ولا يحتاج قراءة مواعظ في المقابر أو خطبة في المقابر، هذا شيء لم يفعله السلف، وربما يقول هذا إلى البدعة وقراءة القرآن في المقابر، يقول هذا من باب الوعظ، ولا تجوز القراءة القرآن في المقابر وعند القبور. نعم، أو يسلم على الميت ويدعو له وينصر. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز قص اللحية ما زادت على القبضة؟ وش السبب؟ وش السبب يوم تقصها؟ مضيقة عليك هي، ولا محملك ثقيلة، ولا مشوهة لوجهك؟ ما نعذر القصر. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى وإرخائها وإرسالها وإكرامها، وأن تقصها على مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك أنك توفر لحيتك تتركها، لأنها جمال لك وعضو من أعضائك وسنة المحافظة عليها من خصال الفطرة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. تشبه بالأنبياء ولا تشبه بالفسقة؟ أيهم أحسن؟ تشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يوفرون لحاهم، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان له لحية تملأ ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام، يوفرون لحاهم لأنها من شيم الرجال ومن سنن الفطرة ومن علامات الرجولة. لكن هذا العبث الذي حصل دافعه التشبه بالفساق والكفار، والشيطان يزين هذا للناس لأنه يعلم أن هذا السنة ويريد أن ينفرهم من السنة ومن خصال الفطرة، لا يريد لهم الخير أبدا، وهم يتجارون معه ويطيعونه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: توفي والدي وعليهما صلاة وصيام في أواخر حياتهما بسبب المرض، ما الحكم علي وما أفعل تجاه ذلك؟ أما الصلاة فلا لا شيء عليك، لا يصلي أحد عن أحد. وأما الصيام فإذا كان مر عليهم وقت وهم يستطيعون الصيام ولم يصوموا ثم ماتوا وهم لم يصوموا فتصوم عنهم، هذا من البر بهم وإبراء ذمتهم. أما إذا كان ما مر عليهم وقت يستطيعون الصيام وماتوا على ذلك وهم لا يستطيعون، ليس عليهم شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: شخص كان في زيارة إلى اليمن، وأثناء سيره هناك بالسيارة
اصطدم بأحد الأطفال توفي الطفل وتنازل أبوه عن كل شيء عن المحضر والدية، والسؤال ما هي كفارة هذا القتل الخطأ؟ كفارته كما قال الله جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني يعفو، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد، يعني فمن لم يجد الكفارة يجد الرقبة، فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. واجب عليك الصيام، لأن العتق الآن ما هو موجود، تصوم شهرين متتابعين، الله يعينك على ذلك. وأما الدية فقد سامحك أهلها، هذا شيء عليك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما حكم الذي يفعل الآن عند المبرات الخيرية حيث يدفع إليهم مبلغا من المال مقابل زكاة الفطر، فتقوم هذه المبرة بدفع زكاة الفطر بالنيابة عنه؟ هذا تساهل وكسل وعبث من الناس في صدقة الفطر. الواجب على الصائم أنه يخرج زكاة صدقة الفطر عن نفسه وعن من يمونه من أهل بيته ويدفعها للفقراء هو بنفسه، هذا شرف له وأجر له، عمل صالح، ما يولي هذا الشيء لجمعية ما يدري هي تخرجها ولا ما تخرجها، هي تخرجها يوم العيد ولا بعد أيام العيد، هي تشري طعام ولا تخرج دراهم. من يثق بالجماعات هذه؟ ما هو شخص واحد معين تثق منه وتوكله، هذه جمعية، من اللي يقابلك فيها ومن اللي يتكفل بالشيء هذا؟ وهذه عبادة وزكاة واجبة عليك، زكاة، كيف تساهل فيها هذا التساهل؟ لا، أخرجها أنت أو وكل واحد معين ثقة يخرجها عنك في ليلة العيد أو يوم العيد قبل الصلاة. أما الجمعية من اللي يقابلك فيها ومن اللي يقوم بالعمل هذا منه؟ جماعة، كل واحد يتكل على الثاني، يتواكلون، أو أنهم ما يخرجونه إلا بعد ما يمضي العيد، أو ما يشترون طعام ويخرجونه نقود أو يروحونه للخارج. هذا تلاعب في العبادات، هذه عبادة مثل الصلاة، زكاة مثل الصلاة، أخت الصلاة، لا يجوز لك تساهل فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سؤال وله نظائر، يقول: أتمنى من فضيلتكم تخصيص وقت قصير. نعم. يقول: نتمنى من فضيلتكم تخصيص وقت قصير بعد نهاية كل درس وقبل الأذان أو